كل اللي هيفعلوا بالظبط. موجود. الشروق صفحة 3، الانتخابات البرلمانية في موعدها رغم أحداث ناسبير، وشايف إنه ده المسار ده صح، طبعا لازم يكون في نفس طبعا الوقت مهما حصل من نعم، أوضاع وتخريب. لان هو الفكره احد يعني الاستنتاجات السياسيه او السيناريوهات ان بعض الناس بيقروا ما حدث امام ماسبيرو انه محاوله متعمده لتاخير او الغاء الانتخابات، بمعنى انك انت تعمل فرقعه كبيره جدا، فبالتالي فالناس تتلهي، الناس تتلهي في ده فتتأخر وتكلم الانتخابات. مش وقت انتخابات بقى، وكل واحد يروح بيته ويقعد جنب الحيط وخلاص وتمشي المساله. لما المجلس العسكري يطلع يقول ان الانتخابات في موعدها المعلن سابقا في نهايه نوفمبر، ده شيء جيد وعلينا ان احنا نتمسك بده. القوى السياسيه عليها ان هي تدرك ان هو بدون وجود حكومه منتخبه ثم برلمان ثم حكومه منتخبه ثم دستور ثم انتخابات رئاسيه، الاوضاع هتبقى قلقه ومش هيبقى فيه استقرار امني ومش هيبقى فيه استثمار حقيقي، ما فيش واحد مستثمر هيجي بره في ظل الاوضاع دي. احنا طول الوقت فبالتالي مستنيين الهدف الرئيسي اليوم. هو ان احنا نصل الى باسرع ما يمكن الى الحكومه المنتخبه والبرلمان والرئيس والدستور، من غير ده هنظل في بس مرحله مش عايزين صدمات بقى، ما هو يعني في الانتخابات ابدا مش مستحملين صدمات تانية. ما هو ده اللي بيعمل ده حضرتك، هو الوعي العام، الوعي السياسي، القوى السياسيه الرئيسيه تتفق على حد ادنى من التنسيق ان الامن يشوف دوره، ان الحكومه تبقى واعيه. هو انا خايفه بقى من الامن اللي يشوف دوره ده، والله دي مش قصه مخوفني غير كبيره الموضوع حضرتك. ده. الشروق صفحة الأخيرة بتقول إن إسرائيل تقبل نشر قوات مصرية إضافية في سيناء، إيه الكرم ده كله؟ هذا مش كرم، هذا يعني ده يعني اليهود يعني المعالجة اليهودية أو الإسرائيلية عشان حتى لا يكون الواحد عنصري كما أنزلت. إسرائيل لا تقدم شيء من أجل سواد عيون المصريين، هذا خبر منقول في كل معظم الصحف النهارده تقريبا عن ما يدعو تحرموت أظن أو معاريف الصحيفة الإسرائيلية، وبتقول فيه إنه إسرائيل وافقت على الطلب المصري بنشر، هو طبعا معظمهم أخطأ بيقول فرقة عسكرية هي غالبا كتيبة، والهدف الرئيسي منها هو ضبط الأمن في سيناء حتى لا يقوم بين قوسين ما تسميهم إسرائيل مخربين بمهاجمة الحدود الإسرائيلية أو شن عمليات فدائية على غرار ما حدث في إيلات قبل أسابيع وما نتج عنه من كارثة أو قيام إسرائيل بالعدوان الهمجي اللي أسفر عن سقوط 6 شهداء مصريين، وأدى من وجهة نظر إسرائيل إلى أكبر ضربة للعلاقات المصرية الإسرائيلية منذ توقيع اتفاقية السلام سنة 79. فبالتالي الموافقة الإسرائيلية ليست لصالح سواد عيوننا إن احنا القوات المصرية تنتشر انتشارها الطبيعي في أرض مصرية، ولكن من أجل أن يكون الأمن المصري قادرا على حماية الحدود الذي سيؤدي بدوره الى تامين الحدود الاسرائيليه. مظبوط. اخر خبر معانا النهارده يا استاذ عماد، الخبر بيقول ان الاحصاء التضخم يرتفع ل1.5% في سبتمبر بسبب اسعار السلع الغذائيه الاساسيه. الكلام ده كلام يخوف. كلام يخوف، وهو ده ترجمه اللي كنا بنقول الخبر اللي قبل ده، ان هو حصيله كل المشهد اللي فات ده، انه المواطن البسيط اللي هو احنا بنقول له طول الوقت ان الثوره دي من اجل انك هتعيش عيشه افضل انك هتاخد حريه افضل وكرامه انسانيه وهتعيش حياه كويسه، صحيح. فهو يروح السوق يشتري السلع يلاقي ان السلع بقت اغلى من ايام حسني مبارك، فالمنطق الطبيعي هو المقياس بالنسبه له قد لا يدرك ماذا يعني التحول الديمقراطي وقد لا يفهم معنى التعدديه والانتقال والدستور العصر الى اخر هذا الكلام، هو اللي بيترجم المساله بالنسبه له السلعه دي بكام؟ كانت بكام؟ بيشتريها ايام حسني مبارك؟ هم بيخلوا الناس فهو تدفع حوالي بالظبط نفسهم، بالظبط يزودوا الناس مش عارفه كام في المية علاوه وكام في المية مش عارفه قد ايه، ويروحوا من الناحيه الثانيه معلين سعر اللحمه ومعلين سعر بالظبط. الخضار. فاحنا عندنا ثوره، ورغم ذلك الممارسات الاحتكاريه طبقا للتقرير اللي صادر دون بيقول ان الممارسات الاحتكاريه زادت، والاخطر ان شركه حكوميه شركه سكر حكوميه بتحتكر ومحققه ارباح 65%. طيب انت الارباح 65 دي بتروح لمين؟ ما انت بتاخدها من المواطن البسيط، لما سعر السكر يرتفع 50% او الارز يرتفع 60 و70%، طب انت ده انت شركه حكوميه، هو انا بحققه على حساب مين؟ امال مين اللي هيقف جنبي بالظبط. لما شركه حكوميه فالنتيجه تعمل النهائيه كده؟ ان المواطن البسيط برضه هيكفر بالثوره نتيجه هذه الممارسات، اللي هي انا ما اعرفش ده اهم ملف مفترض كان الحكومه توليه اهتمامها بجانب ملف الامن. فنسأل الله إن الحكومة تثوب إلى رشدها وتقتنع إنه في النهاية هي مش هتقدر تضحك على الشعب. يعني الشعب اللي سقط حسني مبارك وسقط هذا النظام اللي قعد 30 سنة يصعب
بل يستحيل ان يضحك عليه مره ثانيه. ايوه يستحيل انه يضحك عليه مره ثانيه، بس مش لازم بقى نعيش عيشه أسوأ من اللي كانت موجوده في عصر 30 سنه اللي فاتوا يعني، سواء في الاغذيه سواء في الشغل سواء في مطالب زي ما حضرتك بتقول. احنا بنستنى لما الدنيا تولع وبعدين نرجع نقول احنا هنعمل بعد اسبوعين مش عارفه، لا بنتقصي مش عارفه، لانه الحياه السياسيه حضرتك في السياسه انت بتاخدي عبر النضال مستمر، النضال سلمي اقصد طول الوقت. انا ما بقعدش في البيت وبيجيني الحاجه على لبيتي. الحكومه بتستجيب للناس لما بيتظاهروا او لما بيعتصموا، لكن لما في مرفق او مجموعه او هيئه او وزاره بيقولوا يا اخوانا احنا مرتباتنا سيئه او ضعيفه مهما قالوا محدش بيستجيب ليهم. يعني ربنا يستر على الايام اللي جايه ان شاء الله يا استاذ عماد، بجد نورتنا النهارده وان شاء الله يكون لينا قعده تكون الاخبار بقى حلوه كده ومفرحه. نامل ان يكون ذلك قريبا يا رب. كان معانا الاستاذ عماد الدين حسين، هو مدير تحرير جريده الشروق. قبل ما نروح للفقره اللي جايه على طول هيكون معانا تقرير أقيم بدرب مدينة الفوسفات في مصر القديمة، معرض ده عن لوحات فنية من أمريكا الجنوبية بيعبر عن الثورة المصرية. تعالوا نشوف التقرير ده أو المعرض ده ونرجع مرة تانية مع فقرة جديدة ونهارك سعيد.